هبديك من الاول خالص. كانت بدات بدا الموضوع ده في ايام الحمله الرئاسيه للدكتور عمير مفتوح، وكانت في مسابقه لاختيار طالب فريق رئاسي احد مستشاري مرشح رئاسه، فتم ضمي او يعني بقيت طالب فريق رئاسي للدكتور، و اشتغلنا على برنامج انتخابي واشتغلنا على كذا حاجة تانية لحد بعد الانتخابات كلها. بعد المرحلة التانية كونت فريق عمل، اشتغلنا على رؤية او استراتيجية لتطوير التعليم. وبعد كده ما كنتش عارف اوصل الوزارة ازاي، لحد ما جينا وقعد مع دكتور حسينة وعرضت عليها الاستراتيجية، وبعد كده خدتنا وراحت رحنا الوزارة، قابلنا دكتور رضا مصعد رئيس قطاع التعليم العام والمهندس عادل الأزاز مستشار الوزير لتطوير التعليم. عرضتها عليه وبعد كده قال لي طيب احنا دلوقتي شغالين في خطة استراتيجية بتاعة الوزارة، يعني انا بعد كده اتصلوا بيا وبعد كده قالوا لي تعالى الوزارة وكذا وكذا. رحت الوزارة معاد مع المستشار عادل الأزاز مستشار الوزير، وعرضنا عليهم رؤية أنا وفريق العمل بتاعي، وبعد كده قالوا إن احنا شغالين في استراتيجية دلوقتي للتعليم، تحبوا تنضموا؟ ما عندناش مانع. دخلنا الاستراتيجية واشتغلنا فيها وشغالين فيها لحد ما سيادة الوزير طلب مني كام يوم مجموعة من التقارير، رحت أقدمها له امبارح الوزارة، و قالوا لي سيادة الوزير مستنيك في قاعة المؤتمرات. نزلت رحتها وبعد كده دخلت اللجنة التنفيذية العليا، وبعد كده بيقول بمصطفى مجدي ده قرار مني انه يعين عضوا في اللجنة التنفيذية العليا للوزارة، و هي حق يعني شرف كبير جدا، وطبعا فضل اول واخير لمدرستي والدكتورة حسينة، لأنها يعني